أصبح أمل في تسليح المعارضة السورية موضوع أنا رجعي لفاتي يا حج، حرام علي يوم توجيري ويوم من هذا اللغفجة يا حج. الله يرحم والدك، لو جلست أسبوع بدون مباراة أضم رف. سأل عن عالج يا ما قلت ليش أم اسمك ماهر مش أنت كير؟ أنا اسمي ناجي. عشرة الأسامي وناجي. وانت يا مسمش؟ أنا اسمي لول. كيف؟ لول. إيه لو ما شاء الله. يرى البعض أن خط مسار المعارك. ياه انقل عشاء. وما قاموش العشاء دول ما يفهموش بالذوق. أنا شاقو ما بفهمهم. جوعان يا نور عيني. وعلى العشاء. بالدرجة الأولى إلى تسريح أجيتي؟ العشاء جاهز. هيا طبخيها. البيض بلدي. بلدي أصل. متأكدة؟ أيوة. والسمك؟ وين الحليب؟ وين أمك؟ نجلس نسلي لها. خذ هالحليب. بالحليب. بقري. بقري. شرب. صحة وعافية. لا رضي علي. كما شي مع واحد صمي. تعالي هنا. فين السمك؟ دود السمك. هذا سمك صغار. هذا لحم صغار وهذا سمك صغار. يا سمك. يا موك كم فتات. تعطونا. إنه يعني كل شيء صغار. ما العشاء المغوالة هذا جمع ثولنا الجهال حق السمك والجهال حق اللحمة. تو اللحمة ولت الحين يلا روحي جيبي الفواكه. وين الفواكه ما جبتيهمش؟ طيب بس اطرحهم وقي وتعالي لي بكرة. هيا بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. مساء الخير. حالة من عدم الاستقرار الجوي أثر الله بحمد الله. كنا قشر لي جاي سروع معي حق الناس. مش تعمل مش تعمل. أنا في بالي شو الدفع تقريبا درجة الحرارة هي 12 درجة مئوية، ولكن المهم بأن أمطار مع حدوث عواصف تلك العصارة هذا ورائدنا. ما يميز هذه الليلة ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل واضح، وهذه الرياح ما تزال الرياح متغيرة الاتجاه وتقريبا تصل السرعة إلى 21 كيلومتر في الساعة. بعض المشاهد لبعض المدن مش تعمل للرجال مش تعملان. وأيضا تساقط لزخات رعدية من الأمطار كذلك. بشر درجوا وجهة درجة مئوية. هناك زخات من الأمطار. البحر الميت كذلك الحال. في جرش الآن 13 درجة وأيضا تساقط الأمطار. هذه الليلة تشتد. أقول لك اليوم مغيم في أصابعي. استقرار الجوي تساقط لزخات. فالتحرير ما شاء الله شو. يعني الله يسكن الغيث. الله يتيسر. وانت مدرك وحاج. مدرك. اصلا انا عيشتي كلها في الخارج. ربما الفيضانات او المياه الجاريه. قلش لي اهتم بهذا الاخبار. جبت الفاكهه. عندما نتحدث عن بما فيه العقبه تتراجع. الحين انت زوجت صابر. احنا ما تزوجناش على ذا الحال. ما بنتزوجش. ولما تبقى الفرصه وسامح اللي كان السبب. وها دباب. لا حول ولا قوه الا بالله. هيا اسمع لك على قليله الحياه دي. نعم تشين انا العجوز احمل الشابه دباب. هيا بالله عليك تسمعه. ولا تحرقي دمش ولا تحملي دباب. هذه الليله ارجوك الانتباه. هذا انت قاوي حواضر ما عاد اقدرش اتحمل. انا تعبت. انا ايش علي انا بهذا كله؟ لازم يجي صابر يشوف لي حل. أنا ماليش دخل بحد. يجي يشيل الشيبة ده يوديه المستشفى يكرع بالشارع حيتني يودي. إيش علي بدا كله أنا؟ ما صابر تعب ودوى التنازل. إيش يسوي دحين؟ إيش أسوي له؟ إيش أعمل له؟ يتعب. ولا يما أنت عارفة إنه لا عاد يروح شغله
ولا عاد يداوم وظيفته. الرجال على أقساط سيارة وعلى مصاري، هم فين عادوا كمان كل ما سعوا يتسلف لي حق المصاريف حق الشيب هذا. اسمعين، سيارة يشله يبيعه يأجره يرهنه يبول له ويشرب معي، أهم شيء يجي يشل الشيب هذا من بيتي. أنا تعبت ما عاد أقدر أتحمل مليانة الحين ذا الكلام. يا أمام شتقة تروح أحسن وضعك وتعاشتري السيارة الحين قلت تقول بيعه. اسمعين عاد زاد وخدته مبلون. يا أنا أبشرك خير، بس وعدينا بحاجة. من عيوني شوكولاتة، جيب حاجة تفرح. أبشرك اليوم الخالة لول بكرت اليوم الصباح ومشيت باللبلة. من صدق؟ من صدق خرجت. أيوة خرجت، وأنا جبالة كل تسجن يا روعي يا باب. حبيبي يا ماهر، الحمد لله الحمد لله، عقبال المصيبة التانية ما تنزح من بيتي يا رب. يا حاج يا حق خارجين، الله يخارجك دنيا وآخرة. يا حق خلاص أنا تعبت والله، رجعني يا حق. إيش عملتوا بك أنا يا حق؟ يا حق أنا أجيت أشتي الزواج، أشتي حسن وضعي، لا إننا قتلتوا بلا حشام ولا إننا قحبطوا على عنب اليمن. الوظيفة استقرع والسيارة قريحة والزواج شكل استقرع. رجعني يا حق، رحمني يا حق، رحمني، اعتبرني ابنك. ما فيش معي عيال. يعني ما فيش معك عيال يا حق؟ تعذب عيال الناس. إنه ودفتيني أفلت العزة هذا كله بعد ما اعتزيت وارجع للبهذلة جنان. طيب يا حاج كيف يعني؟ تعتزنت وأنا أتذل يا حاج؟ أنا إيش ذنبي أنا أتذل وأتهم؟ وقد اتهمت وتذلت يا حاج. يا حاج حرام عليك، اتق الله. إنه ولا كف عدرج بنفسي لا دحت سيارة. يعني أنت تعترف إنك رقمت بنفسك؟ إي أنا هكذا عيشتي صلبضة. اتق الله يا حاج. طيب ما تخافش عن نفسك تموت ولا يقرأ لك حاجة يا حاج؟ موت يعزني ولا يحول الله بواحد أخبال مثلك يصرف علي؟ وأنا أقول من فين جبت القسوة هذه يا حاج؟ يعني الدنيا قست عليك وظلمتك، رجعت تظلم عيال الناس، تظلم الناس يا حاج. اتق الله. تشتيني خارجك؟ أيوة. هر لا يدي لهانة 350,000. كم هر؟ 350,000. صورت كلامه؟ كل شيء مسجل. حبيبي ماذا الحين؟ لا شتي تنازل ولا شيء، موثق ولا الأمن يا حاج؟ ما أنا فدالة يا من عماشي يمسح وأنا أكتب لك تنازل من عيون ولا يهم. أعمل لي تنازل وخسارتي وعذابي. شوف يا حاج أنا بسامحك، تمشي معي الأمن إدارة المرو تعمل تنازل، سامحك الله وعفى الله عنك. من عيوني من عيوني. سامح من أسجنه؟ أسجن مين؟ أسجن ذا. مش نعمل بسجنه وش نستفيد يا عمه؟ أنت بتعملش، أنا برتاح وبنام. الدو صبوح يا غارتة يا دكتور يا مرو، خلصت راشني، أسجنه برتاح نفسيا وبنام. لا سامحوش يا عمه، هذا قسجنت الدنيا، هذا قد عذبت الدنيا وعد عذب الآخرة ثاني. بس هذا ربي رسله لنا علشان نتعظ نحمد الله على العافية. البطرة ما حبش الله. شوف يا عمه أجدادنا لما تبطروا رسل لهم الله سيل العرم، وإحنا دحين لما بطرنا رسل لنا ناقل هرم. هرم هذه بهذه دالحين نسامحه نكفر ذنوبنا ما هي مستفيد. يلا حق قدامي. سامح يا حقية إن شاء الله سامحك بس رب العالمين. وقول له عم ذاك سامحني. الله سامحني كمان. يلا على السلامة. وأخيرا بعد رحيل الأمن ناقي عاد الأمن والأمان في منزلنا. شنطة مندين هذه خالتي لول. لول مش روحت؟ روحت تجيب الملابس ورجعت.